متابعين مرصد فاز زي الإعلام والثقافة، معنا الأخ محمد الخيار اللي استدعينا وجا وكنرحبوا به. بارك الله فيك لأنك جيتي باش تنور الرأي العام المستجدات نتاع القضية نتاع زينة غسين اللي توفات في ظهر شهر أبريل من سنة 2017. الوفاة اللي كانت غامضة وكانت تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي فجأة تيبان أنها توفيت أو قتلت. بان هذا المستجد اللي جيتي انت به لكي يحيي هذه القضية من جديد. حنايا بغيناك باش توضح للرأي العام مستجدات نتاع هذه القضية، كيف بدات وفين وصلت. ما غاديش نهضر لك على الادله لان الادله راه العداله اللي محتاجها اكثر من الراي العام. بغيناك تلخص لنا هذا الشيء في بضع دقائق الا جات على خاطرك، الجذور تاع القضيه من الاول الى يومنا هذا. وشكرا. شكرا استاذ، كنشكر المرصد فاز للاعلام والثقافه الله فيك اللي استدعاني باش غادي نجي عندكم باش النظور العام ويعرفوا بزاف ديال الحاجات اللي بزاف ديال الاسئله كتطرح عليا في الشارع وفي لي كومونتير وفي سميتو. نعم. جذور القضيه هو هاد الاشخاص اللي تهمت انا في النيابه العامه عندهم علاقه بزينه غسين، وكانوا عندها فيديوهات، كدير لهم فيديوهات وكيديروا جلسات خمريه وتيكونوا بنات وتيكونوا بزاف ديال الحاجات. وبحكم المعرفه اللي كنعرفها انا فين كيديروا هذه الجلسات؟ كيديروا جلسات خمريه بزاف ديال الاماكن، ما يمكنش حيت انا دابا في ملف التحقيق ما يمكنش غادي نعطي لك كل شيء، اسمح لي. بحكم المعرفه اللي كنعرفها انا كنت تفرض عليهم باش غنكون حاضر، وبحال كانت عرفوني انا عندي مع واحد العلاقه اللي هي مزيانه وحاولوا باش غادي يتقربوا مني ويطلبوا مني باش غنرتكب جريمه ضدها، لان هي كانت تدير لهم فيديوهات. ما عرفناش واش كدوك الفيديو اللي كانت تدير لهم واش خلاتهم على حساب الوقت شي نهار يبغيو يديروا معها شي حاجه او دير معهم شي حاجه، او بغات هي تبين حقيقه العداله، او كانت بزاف ديال الحاجات، لان هي ديما كانت تدير لهم جلسات خمريه. هي كانت كتقول لك بانه كنطلب منهم باش تحضروا نعم جوج ديال المرات قالتها لهم. هادشي قبل ما تدخل انت السجن؟ قبل ما ندخل انا للسجن. وفاش دخلتي للسجن تقطعت العلاقه بينك وبينها ولا كنتوا على تواصل؟ وفاش تكون في السجن راه كيعطوك غير واحد التليفون تدوي مع النمره ديال العائله ديالك مره في السيمانه، ما يمكنش غتبقى تدوي معايا اصلا. التليفون حيدوه ليا في الكوميساريه، داكشي كلشي بقى في السجن، مابقاتش عندي حتى النمر ديالها، مابقاتش عاقل عليها. وكيفاش جاك كيفاش تطلبوا ان في الفيديوهات اللي دازوا قلتي بانهم طلبوا منك باش تقتلها؟ نعم. شكون طلب منك باش تقتلها وكيفاش تقصدك انت بالذات؟ حيت انا عارف انك كتثق فيا اكثر، وعندي مع واحد العلاقه اللي هي كما قلت لك مزيانه وعلاقه وطيده، فهمتي؟ وحيت انا اصلا شفت دوك الفيديوهات وشفت الاشخاص المورطين فيهم شكون هما، سي بو سا داروا معايا هادشي، طلبوا مني باش ارتكب هاد الجريمه هادي. من بعد شنو وقع؟ فاش قالوا لك الوقت اللي قالوا لي غادي ترتكب هاد الجريمه هادي رفضتي؟ رفضت، قلت لهم انا اخلاقي ما تسمح لياش ندير هادشي هادي. وهما كانوا كيبغيو يضربوا عصفورين بحجره واحده، انا غادي نقتلها وغادي نمشي للسجن وهي غادي تمشي لسميتو، فهمتي؟ انت كنت الخبر غادي تدفن صافي، غادي كل شيء غينتهي. من بعد مشيت قلتها لها، وكنظن تقدمت بيا بشكايه، واش تقدمت بشكايه او قالتها لهم. تما بدا داك سميتو، حيت وليت عارف واحد السر من الاسرار باللي بغاو يقتلوا السيده، دونك خصهم يخترقوا لي واحد التهمه اللي غادي تجي من بعيد، واخترقوها لي ودخلوني للسجن. اما الخبر ديال الوفاة ديالها، كنت داخل اسوار المؤسسة السجنية وسمعت باللي واحد الفنانة سميتها زينة غسين تلقات الجثة ديالها قدام من المستشفى الاقليمي بخنيفرة. وانا ندير واحد الرباط، كيفاش تلقات الجثة ديالها في ظروف غامضة؟ وحاولت قلت ان شاء الله فاش غادي، ان شاء الله غادي
غادي يجي الافراج ان شاء الله وغادي نخرج، غندير واحد المجهود كبير باش غادي نلقى ادله اللي كتثبت ليا باللي قالوا ليا. شنو رد الفعل ديالك انت فاش سمعتي هاد التقتلات؟ شنو درتي؟ معلوم فاش سمعت تقدمت بالشكايات في الموضوع، ومن داخل المؤسسة السجنية تقدمت لرئيس مؤسسة الوسيط، تقدمت للمندوب الجهوي ديال حقوق الإنسان بنين لال، تقدمت للسي الوكيل العام الملك لدى محكمة النقد والإبرام، تقدمت للسي الوكيل العام الملك في مكناس. واش المؤسسة كانت تمتنع الشكايات ديالي أو مازاليش أو توصلوا بالشكايات؟ لأن جاني واحد الإخبار بالشكاية اللي مسجلة في النيابة العامة في مكناس، توصلت بها، كاينة عندي دابا بعض الاشخاص اللي تكلموا. شنو اش من اجراء تاخذوا ضدك فاش ديتي هاد الشكايات؟ فاش بديت في هاد المشاكل وفي هاد سميتو دخلت في اضرابات عن الطعام، وهادشي درتو انا قبل ما توفى السيده. فاش قلت لكم في واحد الشريط زارني واحد القاضي وكاتب الضبط، راه ذكرت لكم في واحد الشريط يمكن رقم 3 اللي راه جاو عندي، حاولوا هددوني بالقتل داخل المؤسسة، صوموني داخل المؤسسة، هزيت التليفون واحد النهار بداك الضغط اللي كيضغطوا عليا في المؤسسة، هزيت التليفون اتصلت بواحد الشخص اللي هو كان على برا، هو مراسل صحفي، قلت له ودي انا مهدد بالقتل داخل المؤسسة تقريبا شي نهار هكا كل يومين، جاو دخلوا عليا مع 3 ديال الصباح ومشيت ما عرفتش راسي فين، غادي تلقيت راسي في المؤسسة السجنية ديال الرشيدية. نقلوك من السجن المركزي بدون سبب الى خريف بلا سبب لا شي حاجه. انا دوزت في المؤسسه السجنيه ديال خريف 10 شهور ما عندي حتى شي خطا مع شي سجين، عندي سلوك داخل المؤسسه. كيفاش هاد الاشخاص تهزوني؟ شنو درت؟ شنو هو الخطا اللي ارتكبت انا؟ وفي البقاء ديالك نتاع السجن كنتي كتفكر انك تخرج؟ معلوم تقلب على الادله. ديك الوقت كله اللي كنت في السجن كنت تنفكر فاش غنخرج نقلب على الادله، ولكن لما خرجت بديت تنبحث شكون الاشخاص اللي كانوا بهذه الجريمه وكذا، حتى توصلت للاشخاص ودرت معاهم جلسه وجلست معاهم، وحتى انا درت لهم فيديوهات اللي راه اللي كتبت لي هادشي اللي كانوا الناس اللي كانوا حاضرين في الجريمه، والمشكل وقع في واحد البلاصه سميتها تعوينين، وتهزات الجريمه من هذا المكان من تعوينين تقريبا ما بين تعوين وخنيفه شي 20 كلهم، وتحطات قدام السبيطار الجده. الجده ديال كيفاش علاش هاد السيده غادي تهز من هنا وتحط هنا؟ دونك هادي غير في هادي حداتها جريمه، ما يمكنش. الا كانوا هاد الناس صافيين ما خصهاش تهز. نعم. السؤال اللي كيطرح نفسه بحده، نعم، شنو الهدف ديالك من مور هاد إثارة هاد القضية؟ شنو الهدف ديالك؟ الهدف ديالي هو نبين العدالة والرأي العام باللي كاين شي أشخاص هنا كيديروا شي حاجة لا أخلاقية، مادام أنهم طلبوا مني باش غنرتكب جريمة، دونك حتى واحد النهار غادي يقتلوني، لأن أنا اللي كنعرف داك السر، وأنا أصلا ما كنعش. الأشخاص تتهم مجموعة من الضباط من النيابة العامة باقيين كيمارسوا المهام ديالهم في إقليم خنيفرة؟ نعم، مازال كيمارسوا المهام ديالهم، إلا واحد السيد نائب وكيل الملك اللي هو ممكن مابقاش خدام دابا، كنبقى لي واحد المشكل اللي تقريبا قريتو عليها، نشرت ديك الصحافة ديال تبرنا مع بانكوم اللي هز جويجا ودا كيضرب في الدار ديال تا هو ضمن هاد نعم تا هو كاين في هاد المجموعة هادي. وكاين ناس كبار ومازال غادي تعرفوهم هنا ان شاء الله. دابا في نظرك انت الابحاث غاديه على احسن ما يرام؟ واش نقول لك، الحمد لله حنا حيت في دوله الحق والقانون، ان شاء الله راه غادي يتفتح تحقيق معمق في هذه القضيه، وهاد الناس غيتقدموا للعداله مهما كانت المستويات ديالهم. واش كاينه شي مستجدات ما عرفناهاش حنا؟ نعم كاينه، مثلا بحال العائله ديال السيده اللي تقدمت بشكايه ضدي. باش عرفتي؟ السيد الوكيل العام الملك ديال محكمه الاستئناف بنين لال قال لي بلي العائله ديال السيده تقدمت بشكايه ضدك محمد الخيار. قلت لي نعم. كيفاش انت شو كيفاش انت واحد العائله غادي تبلغ لهم بلي بنتهم او اختهم ها موقع لها ها موقع لها، واش هادو غادي يجيو معايا او غادي يجيو ضدي؟ شي حاجه ما كيتقبلهاش العقل. حلل وناقش، معلوم غريبه. كيف زعما هادشي؟ واش كاينه شي ايدي خفيه تسير من بعيد دفعتهم باش يواجهوني انا باش يبقاو على برا؟
ولكن ان شاء الله التحقيق غادي يتفتح حتى مع هاد الاشخاص. انا خاصهم يجيو هادوك الناس خاصهم يتعاونوا معايا انا، هذه هي الحاجه اللي بقات فيا كاع، حتى حاجه ما بقات فيا. ماشي عاديه، ماشي عادي هادشي، ماشي هادشي ما تيتقبلوش العقل. شي مستجد اخر؟ واحد الشكايه تقدم بها شي واحد من العائله ديال السيده زينه غاسين الله يرحمها، كانت الله الرحيمه، وقال لي سيد وكيل العام الملك واش هذا خط ديال يدك؟ قلت له ماشي خط ديال يدي، وان شاء الله مازال الخبره ان شاء الله غادي. شنو الحكايه عاوتاني ديالها؟ المهم الشكايه تقدمات بالضبط شنو فيها الله اعلم. لمن تقدمات؟ تقدمات السيد وكيل العام الملك، هو اللي قالها لي، ولكن بحال هذيك الشكايه يمكن تلاحت في الدار ديال الناس او شي حاجه بحال هكا. يعني انت عندك شي حاجه كدور في الخفاء ما فهمتيش؟ معلوم كاينه شي حاجه اللي هي نعم. هذه نقط اللي كاينين صافي، هادشي اللي كاين. نعم كاين حاجات حوايج اخرى. انت مطمئن للتحقيق؟ نعم انا مستعد للتحقيق من دابا، ومشيت وتصنتو اليوم مازال مستعد للتحقيق، وعندي شي حاجه اللي كتبت لي هادشي كنقول، وكنقول العداله والناس كاع اللي كتشاهدني، لا اللي في المغرب ولا اللي خارج المغرب. انت كتقول في الفيديو ديالك بانك عندك دلائل دامغه على الاتهامات نتاعك. نعم. كي داير لنا هاد الادله؟ واش هي صوت وصوره ولا كتابات ولا؟ عندي ادله صوت وصوره، وعندي ادله تسجيلات في التليفون، وعندي بزاف ديال الحاجات، حيت ما يمكنش غادي نقول لك شنو هما لي بروف اللي عندي، حيت دفعتيهم؟ دفعت بعض شي واحد شي جوج فيديوهات دفعتهم، تقدم فيهم صوت وصوره اللي كيثبتوا العداله، حيت حنا في واحد الدوله الا بغينا نتوصلوا لواحد الحاجه غنتوصلوا لها في واحد الظرف وجيز، عطيتهم باش غادي يخدموا، وحتى الا مازال تيطلبوا شي حاجه اخرى انا مستعد ليها. يعني عطيتي ما يكفي من عطيت شي حاجه اللي كتثبت، عطيت شي حاجه قدمتها للعداله اللي كتبين بلي انا ما كنكذبش على العداله. تنشكرك على شكرا استاذ بزاف الشجاعه. شكرا بارك الله فيك. الحمد لله على التلبيه ديالك الدعوه. شكرا. وشنو كتقول للراي العام وشنو كتقول للعداله؟ شنو اول حاجه كنوجه رسالتي لصاحب الجلاله اللي هو كيسهر على هذا الوطن، واللي ما كيبغيش هذا الشيء يوقع في هذه البلاد هذه، وكنشكر كاع العداله، وكنشكر كاع القضاء اللي هما قضاء اللي في المستوى، وقضاء النزهاء، وكنشكر الراي العام اللي متبع الملف ديالي والملف ديال زينه غاسين، وكنوجه رسالة أخرى للجمعيات حقوقية داخل الوطن وخارج الوطن باش يتعاونوا معايا ويساندوني ويوقفوا في جنبي، لأننا محتاج للحماية، لأننا ما كنهضرش مع شي أشخاص اللي هما عاديين، ما كنهضر مع ناس اللي هما متبحرين في القانون بإمكانهم يديروا أي حاجة. نشكرك. شكرا أستاذ بزاف، جزاك الله خيرا. شكرا.